رمضان كريم وحلقة جديدة ومن أول الطريق. من أول الطريق النهاردة مع شارع من الشوارع المهمة قوي، شارع الفلكي. الشارع ده من الشوارع الشهيرة جدا بالقاهرة، موجود في منطقة وسط البلد، وبيبدأ الشارع من ميدان التحرير ويتقاطع مع شارع شريف وبينتهي بميدان قصر عابدين. هو الشارع الموازي لشارع محمد محمود، وفيه محلات كتير تجارية، وفيه من أهم المباني مبنى الجامعة الأمريكية بالقاهرة. قصة الشارع ده قصة طويلة قوي، بترجع لإيه بقى؟ تعالوا نرجع لورا شوية. الشارع ده شارع اتسمى باسم محمود باشا حمدي الفلكي. الراجل ده اتعين مدرس للرياضيات بمدرسة من مدارس الهندسة خانة ببولاق، تحديدا على رتبة ملازم، وكان بيدرس مادة الجبر. وفي سنة 1842 بعد حصوله على رتبة ايه بقى؟ اليوز باشي، اللي هي يعني زي النقيب، اتجه محمود باشا الى دراسة الفلك، ودي كانت اول خطوة ليه، هي الاشراف على المرصد الفلكي اللي محمد علي باشا ضمه لمدرسة الهندسة خانة. وبعد شوية طلب منه محمد علي باشا تحديد المساحات المزروعة من الاراضي عشان يحددوا الضرائب اللي تتحط على الاراضي دي قد ايه، فبدأ يعمل خطوط طول ودوائر عرض عشان يحدد النقط قد ايه ما بين الدلتا والوجه القبلي. ودي كانت اول مرة في مصر تتحط المقاسات بشكل مظبوط قوي وعلمي. سنة 1850 اترشح محمد الفلكي للسفر لفرنسا لبعثة بقى لدراسة الطبيعة ويعرف معلومات اكتر، بما انه كان راجل متفوق جدا. وبدأ محمود الفلكي في نشر ابحاثه الفلكية في مجالات كتير جدا، خصوصا وهو في اوروبا. اتنقل محمود الفلكي من عواصم ومدن اوروبية كتير قوي، وكان شاطر جدا لدرجة انه نجح في بحث مختلف قوي في قياس شدة المجال المغناطيسي للارض في 30 مدينة المانية، وبعد كده راح لبلجيكا. كل ده كان بيعمله لصالح أكاديمية العلوم البلجيكية، وطبعا ده كان بتكليف من الحكومة المصرية في الوقت ده. وسع نطاقاته وأبحاثه بدأت تزيد لحد ما وصل للجزر البريطانية وراح لهولندا وفرنسا. رجع محمود الفلكي من فرنسا في عهد سعيد باشا، بعدها تم انتخابه عضو في المجلس العلمي المصري واللي كان مأسسه نابليون بونابرت في الحملة الفرنسية. بعدها انتخب وكيلا للجمعية الجغرافية المصرية اللي أصبح بعدها رئيسها، وقعد يشرف على المرصد الفلكي بعد نقله من بولاق الدكرور إلى العباسية، وبدأ يرسم خرائط توبوغرافية للقطر المصري بتكليف من الحكومة المصرية فضل فيها حوالي 10 سنين. في سنة 1860 اتكلف محمود الفلكي من علماء من أوروبا والخديوي سعيد إنه يرصد كسوف الشمس ويسجله، وبدأ يعمل بحث عن مدينة اسكندرية، وبدأ يحط خرائط ومعالم الإسكندرية القديمة، ويبدأ يحفر وينقب عن الآثار اللي كانت موجودة في اسكندرية عشان يكون أول مصري معاصر ينقب عن آثار في الإسكندرية. الشارع بقى إيه قصته؟ قرروا أنهم يطلقوا على الجزء كله من ميدان باب اللوق والشارع اسم محمود الفلكي، وفضل الموضوع ده مستمر لفترة طويلة جدا. أطلقوا اسم الفلكي على ميدان باب اللوق كله، وبعد شوية اكتفوا بس انهم يسموا اطول شارع اللي بيطلع من اول الميدان حتى يصل لميدان قصر عابدين باسم الفلكي. ورحل محمود حمدي الفلكي بعد ما لقب بالفلكي عام 1885 بعد رحلة طويلة من الانجازات. خلصت حلقة النهاردة من اول الطريق، استنونا بكرة وحلقة جديدة، ورمضان كريم.